من على مشارف الموت في ألمانيا إلى وطني روسيا. قرار عودة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني كان وهو أكبر العارفين مغامرة محفوفة بالمخاطر. خطر الموت مسموما الذي اجتازه بأعجوبة جعل خطر الاعتقال مسألة لا تستحق الاهتمام، حتى إن صحفيا سأله على متن طائرة العودة وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست: ماذا تتوقع أن ينتظرك في موسكو؟ فأجاب مازحا: الطقس الرائع وترحيب حار بعد عودتي أخيرا إلى بلدي. الترحيب تأخر والطائرة لم يسمح لها بالهبوط بحجة أنه ثمة مشكلة فنية تحول دون إمكانية الهبوط في مطار فونوكوفو الدولي بموسكو. على الطائرة ضحك الجميع مشيرين إلى نافالني: هذه هي مشكلتنا الفنية. الضحك لا يدوم طويلا في البلاد الباردة، فعند مكتب الجوازات وجد المعارض الروسي ما ينتظره ليحشد أنصاره علّه يحرك المياه المتجمدة. الجواب الرسمي الروسي جاء مقتضبا عبر رسالة استياء من الكرملين على دعوات التظاهر، مؤكدين أن موسكو لن تنظر في طلبات الدول الغربية لإطلاق السراح المعارض البارز. فيما أعلن محامو نافالني أن المحاكمة ستجرى قريبا بتهمة التشهير بمحارب قديم في الحرب العالمية الثانية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالغرامة أو بالسجن. بدورها انتهزت المعارضة الروسية فرصتها داعية لبدء الاستعداد بتنظيم تظاهرات كبيرة في كافة أنحاء البلاد استجابة لدعوة العدو اللدود.